السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعدة. كيسولوا الإخوان وكيقولوا العم بوجمعة احنا لقينا الدود في الخالية، لقينا الدود في الخالية وفوق الإطارات وتحت الإطارات، لاحظوا معايا الإخوان ديالي، هذا هو الدود اللي كتلقاو فوق الإطارات وتحت الإطارات، ولكن هاد الخلية هادي يعني مرضت، مشى منها النحل وبقات محطوطة وبغيت ندير لكم عليها فيديو على حسب الأسئلة ديالكم. هذا هو دود الشمع، ملي تلقاو هاد الدود هذا في الخلية ديالكم فوق الإطارات أو لا في قاع الخلية، هذا هو دود الشمع. لاحظوا معايا، هذا هو دود الشمع، هذه دودة كبيرة وكاينين بعض شي دودات صغار. لاحظوا معايا، ها هي وحدة لاصقة جنب الخلية. لاحظوا معايا، لاحظوها قداش، هادي دودة كبيرة وكاينين دودات صغار كما كتعرفوا، دودات صغار من هادي، هادي راه كبرت وكتبيض. لاحظوا معايا الطريقة كيفاش كدير، هادي راه كلها شمع، هادي كانت كلها شمع، هي هاد، هادي كانت كلها شمع، كلاتها دودة الشمع كما كتقولوا الإخوان. راه حنا لقينا الدود في الخالية، الخلية ملي كتخوى من نحل وكيبقى فيها الشمع كضربها دودة الشمع وكتاكل لينا الشمع كله كما كتشوفوا معايا. هذا إطار، هو هذا كلات الشمع ديالو ما بقاتش. شوفوا البيض فوق ظهر الخلية، هادو بيض فوق ظهر الخلية، هما هادو ملي كتبيض كدير هاد الغشاء هذا وكتبيض فيه وكينجح لها البيض ديالها. لاحظوا معايا، هاهي هادي في وسط البيضة، هادي دودة في وسط البيضة، هاهي خرجت، هاهي في وسط يديا. هذا هو دود الشمع الإخوان ديالي، ولاحظوا معايا حاجة أخرى، شنو هي؟ وهي هاد الفراشة، هادي فراشة ولكن ماتت، هادي هي اللي دارت لينا البيض في وسط الخلية. لاحظوا معايا النملة راها كتقلبها بلا ما نقلبها أنا، هادي هي الفراشة اللي كتدخل لينا للخلية
ملي كيقلال فيها النحل وكيكونوا فيها الاطارات كثار فهاد الوقيته هادي النحل كيهرب لواحد الجهه الاطارات كيبقاو في واحد الجهه كتدخل هي كتبيض فيهم وهذاك البيض كيولي دود وداك الدود كياكل لينا الشمع وكتولي بحال هاد الطريقه اللي قلت لكم الاخوان ديال لاحظوا معايا لاحظوا معايا بيض البيض ديال سميتها البيض ديال دود الشمع لاحظوا معايا مزيان كل بيضة فيها دودة هذا الجنب ديال الإطار كان من اتجاه ديال الخلية وهاد الخلية هادي في ظرف ماشي بزاف في ظرف 15 يوم وقالت ليها الواقعة يعني جيت ولقيت النحلة ما كاينش وقلت أنا خليها من بعد ونحيدها دابا جيت لقيت فيها الطريقة هذه جيت باش نحيدها ونقص الإطارات الخليات وحدين أخرين وقلت أنا الشمع ديالها حتى هي نحتفظ به نحتفظ به لاحظوا معايا الإخوان ونخدم به مرة أخرى جيت لقيت فات الفوت لاحظوا معايا الدود كيفاش دايرها هذه هي دودة الشمع الإخوان ديالي عندكم إطارات زايدة نقصوها عندكم خلية ضعيفة ضموها مع وحدة أخرى وقضيو الغرض الإخوان ديالي وما تخلوش على الخليات ديالكم إلا تخليتوا على الخليات ديالكم كيوقع نفس المشكل أنا اليوم عيط عليا السيد قال لي عمي بوجمعة راه حنا لقينا الدود فوق الإطارات الدود فوق الإطارات الإخوان ديالي وهو دود الشمع ما كايناش شي دودة وحدة أخرى في خلية النحل كتكون فيها دودة الشمع الفروة هاد المرض اللي كان التحجر الحضنة هما اللي كيكونوا لاحظوا معايا هذه الاخوان ديالي العسالة هذه العسالة انت الجورنان هاد الجورنان هذا درته انا على حسب الفاروة شوفوا معايا الاخوان ديالي هذا كله دود هاو كل غلاف فيه دوده هذا راه قلعتها لكم لاحظوا معايا غنقلع لكم وحده اخرى بلي في كادر هاو لاحظوا معايا هو قلعته كل غلاف بدودة وملي كتكثر الاخوان ديالي بحال هذه الطريقه هذه وسط الخليه راه تقدر تاكل لك اطارات وخشب وتقوب لك الخليه ودير كلشي الخشب كتقبو لاحظوا معايا لاطراس ديال لاطراس فين كان البيض هو هذا لهذا الاخوان ديالي وحتى الاطارات بنزيد عليكم فراسكم حتى الاطارات اللي كنقصوا يعني العسالات اللي كنقصوا انا اليوم راني كنقص اطارات لاحظوا ما العسالات هما هادو راهم فين جمعهم هادوك غادي نخليهم اليوم وغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم في العشيه نجي نداويهم
قبل ما تدخل لي اليوم الفراشه، الا دخلت ليهم الفراشه غندي فيهم كله. لهذا الاخوان ديالي كنقول لكم نقصوا اطارات، غتخليهم يومين ولا ثلاث ايام مع المنحل، يرعاهم النحل مزيان، ينقيهم مزيان، الا كاين شي عسل كينشفهم، وكنحتفظوا بهم. والاحتفاظ راني قلت لكم كيفاش تحتفظوا بهم مرارا وتكرارا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.